بنات هذا المحل هندي تيبيع هاد الشهر هذا. شوفوا ما شاء الله روعه. كاين ديزاينات مختلفه. وكاينه هذه على شكل قليب شفتيو غزاله. يعني حتى هذا راه لؤلؤ بيرل او الجوهر، حنا تنقولوا له الجوهر. وهادو هانتوما كما تتشوفوا صناعه يدويه. الجوهر هذا راه اصلي ماشي شفتيو كي داير. هادو الحوالق ديالها صراحة شي حاجة فخمة. وعلى فكرة هادشي هندي، هانتوما كما تتشوفو نيو ديالها هندي، يعني الصناعة ديال الهنود. صراحة شي حاجة طب. ديب ورك. وهادي مضمة شوفو تبارك الله غزالة. هادي راه ماشي ذهب، هادي غير مطليه بالذهب، ولكن الحجر اللي فيها اصلي. والسعر ديالها 8500 درهم، يعني تقريبا واحد 3 المليون. هذا هو الثمن ديالها، ولكن عتي راه ثقيله شي حاجه فخمه شتيها. كاينه هادي وكاينه هاد الرسمه هادي. هادي ناعمه اللي تيبغي شي حاجه خفيفه. وكاينه هاد الرسمه هادي حتى هي. واتس ذا نيم اوف ذيس ستونز؟ جرين اند ريد. ذيس ريل اونكس. شي حاجه سميتها اونكس، ما عارفه شنو هي. المهم هما هاد. هذا الطقم غزال لونه الصراحه تيحمق. شوفوا الحويلقات ديالو شي حاجه كلاس. اللون ديالو بيبي بينك غزالة. وكاينه هادي، هاديك ارجونتي، هادي دوري دوري. هانتوما شوفو الشكل ديال الحوالقات ديالهم الصراحة راقيين. هادو محتاجين غير شي تكاشيطة تكون سامبل ينطقوها. وهادي ارجونتي. روعة روعة ما شاء الله. يعني كاينين اشكال بزاف كاينين. شوفوا هذا البلو هذا تيحمق، نطلعوا لكم. شوفوا هذا الزرق هذا تيحمق. وهذا خاتم ديالو روعة. وهذه غورميت والحلق. هذه ديال الراس، هذه تحطوها في الراس، تحطوها في الراس تجي فوق الجبهة. وهذا في الغوز، حتى هذا تيحطوا هذه فوق الجبهه. غزاله الصراحه، تجي هذه فوق الجبهه خارجه من الشعر. هذو الحلقات ديالهم والخاتم الصراحه كلهم واعرين. هاد السلسله هذه حتى هي تتحمق غزاله. انتما كما تتشوف هادو الحويلقات ديالها، يعني كبيرة ماشي صغيرة. هادي تاهي راقية، شوفوا على ألوان. ما يتغير لون؟ ها؟ قول ما يتغير مع عطر مع هذا ما يتغير؟ ما يتغير من البارفيوم يعني جولري مثلا حتى يو شود يوز ذا فاست يو ذات از سم اوف ذا بارفيوم ذير از كونتنت.
وهادي شوفوا الجوهر اللي فيها كيفاش دايرينو غزاله بلاستيك. شوفوا الحلق ديالها روعه، يعني هاد المجوهرات هادي كلها هنديه والهنود ما شاء الله عليهم في النقش وداك الخدمه ديال المجوهرات، شي حاجه طوب. شفت هذا الشكل ديالها شي حاجة خطيرة، لونها مباشرة خصكم تشوفوه روعة. البنات شوفوا هذا الحماق شي حاجة. وهادي اللي تتندار في الجبهة شوفوا الحلق ديالو شي حاجة خطيرة روعة. وهادو هادي تتجيب بوحديتها، كاينة هادي بوحدها، وكاينين هادو تيجيو بثلاثة مع بعضياتهم، يعني هادو ماشي كل وحدة، يعني هانتوما شتيو الحلق ديالهم. وهاد الديكور هذا هانتوما كما تتشوفوا تيحمق حتى هو غوز، يعني تنحاول نقرب لكم باش تشوفوا هذا تيجي فوق الجبهه، وهذا حتى هو تيجي هادي تتحمق مباشرة إلا شفتيوها. روعة. وهذا هو الفيديو، قلت ندير معكم هاد الفلوغ ديال المجوهرات الهندية، إن شاء الله يعجبكم. اللي تيدخل القناة أول مرة مرحبا به، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد مع تفعيل الجرس. وإلى اللقاء إن شاء الله في فلوق ثاني، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.